inşallah halledelim. Hani nasip kabul edin, nasip kabul edin inşallah. Bayin, bu sebebi hoş verdikum kabul edin, tekrimen. Ve beledeyim ki, bari gide, rebefi ekle muhabbetin, ve beled varlık, hasat gelin, vajin hayal. Ve gide bak, Allah'a sallamayla inşallah. Tayyip, ehna, zeyb oyna var rebefetik, ehna, بس احنا بنكمل طبعا للبعض الخلية الاول حاجة احنا نشوف شايفين طبعا دنيا وطبعا طيب احنا برضو عشان بس بنوز ابيكيشن 3 تمام دي اللي احنا نتكلم عليها يعني المروحه دي عشان تكون محتاجه ايه
محتاجه موتور ببساطه شديده. فبنيجي جنب البامب دايما، دي البامب اهي، تسحب ميه من هنا، تحرك ميه من هنا، وببساطه شديده ده موتور وده. بس الموتور ده هدفه ايه؟ ان هو يدور الايه؟ المروحه بتاعت الايه؟ بتاعت البامب. ده شكل من اشكال البامب، بس مش هي بس الشكل الوحيد زي ما بنشوف دلوقتي. انا بس مستعرض لك سريعا كده بس الاشكال عشان انت متخيل معايا ايه الموضوع. هو مش الهدف من ان احنا نطبق الكلام ده، مش ان احنا ناخد معادله او رسمه ده الهدف من الدراسه كلها عامه في السيستم يعني. فمثلا من انواع البامب اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي سيلفر فيجر البامب اللي هي بتعمل تكييف، في سكشن من الميه بتشيلها من هنا، بيبقى في البيلر اللي هي المروحه اللي بتلف بتاعه البامب اللي هي طبعا لازم يكون في دور متركب بين الارض والمواد هنا، دور متركب هنا، وبالتالي البامب المروحه دي بتلف وتصب الميه ايه في الدليفري بايب اللي هي توصل بعد كده المكان اللي احنا عايزينه. ماشي؟ دي سنتريفيوجال بامب، مش كل بامب بتشتغل كده، يعني حاجه بس اسمها بوست ديسبيسمنت بامب. دي اللي هي عباره عن ايه بقى؟ بدل ما في مروحه، المروحه مش مروحه، مروحه عامله زي البيستون كده. ماشي؟ في موتور برضه كده زي ما هو واضح، الموتور ده بيلف، بس هو بيلف بيخلي في حاجه زي البيستون، شايف البيستون دوت؟ بيتحرك ويخش ويهبط. لما بيجي يهبط كده اهو بيسحب ميه من تحت، وبعد كده لما بيجي يتحرك يزق يعني الميه يلاقي الميه فين؟ لفوق، في اتجاه الهبوط يعني بتاع الميه. ماشي؟ فده منظر بشكل اخر اشكال البامب، ساعات بنستخدم دي وساعات بنستخدم دي. طبعا هي اكثر انتشارا في العالم كله، بتستخدمها انت في البيت عندك عشان توصل الميه، هي سيلفر فيجر البامب، دي اشهر حاجه اللي موجودة عندك. زي ما احنا قلنا في اشكال كتيره البامب، بس مش هم دول بس زي ما هنشوف كمان، لكن في استخدامات كمان. يعني مثلا دي البامب اللي انت عندك في البيت ببساطه شديده، ده المنظر بتاع البامب. ممكن تبقى قد ايه؟ ممكن تبقى نص حصان، واحد حصان، واحد ونص، اثنين، ثلاثه حصان، كلها بامبس الادب اللي بتستخدم في العماره بتاعتنا. يعني ايه بقى حصان ايه؟ هنتكلم عليه دلوقتي. ماشي؟ نشوف يعني ايه بامب نص حصان؟ ايه هي نص حصان؟ يعني ايه كلمه حصان دي المقصود بيها ايه؟ طب اقول لك بامب واحد حصان، حصان دي اللي هي ايه؟ تفضل ايه؟ باور. هي وحدات بتقيس باور، زي ما بتقيس كده اي موتور يعني. ليه انت بتقيس موتور؟ بتقيس باور انت كده مكهربه من الاخر يعني. يعني الموتور دوت القدره بتاعته ان هو واحد حصان او نص حصان، دي الباور بتاعته. طيب اللي هو الورك على طبعا الباور عادي يعني. المهم يعني فالبامبس اللي عندنا يعني في ممكن ان هي عشان تحط الهدوء البامبس العاديه عشان تضخ ميه يعني في الاستخدامات العاديه بتاعتك، او تعمل حاجه ثانيه برضه اسمها سيويج بامب. سيويج بامب دي يعني ايه؟ يعني سيويج؟ سيويج يعني صرف صحي. الكلمه دي لازم تبقى عارفها كويس قوي، حياتك بعد كده هتبقى كلها صرف صحي يعني، مش مقصود بيها طبعا حاجه، بس يعني المقصود ان انت تشتغل كتير صرف صحي ان شاء الله. ماشي؟ من احد الحاجات الاساسيه اللي هي البامبس مدني يعني. فيعني بقى بامبس الصرف الصحي يعني في اوقات كثيره بيبقى عندنا بالذات مضروب مثلا او منسوب ميه قليل قوي يعني مضروب، لو انت عارف انك لازم ترفع الميه لغايه خط الصرف الصحي اللي هي المطابق. عارف كده المطبق دي يعني ايه؟ مانهول. المطبق اللي هو المانهول اللي انت بتقول عليها بالبلدي كده يعني بلاعه في الشارع. ماشي؟ اللي هي ليها مطبقه دقيقه كده، ما اسمهاش بلاعه، دي اسمها مانهول او اسمها مطبق بالعربي يعني، العربي اسمه مطبق. ماشي؟ المان هول دوت كبير جدا طبعا، فرق جدا اللي بيجمع ميه من بايبس مختلفه وهكذا. ما عليك، فدي على مستوى الشارع. طب افرض انت بقى الصرف اللي نزل عندك ده موجود في بدرون مثلا، منطقه حته واطيه يعني، ازاي انت ترفع الميه؟ ازاي الميه دي تخش في الحته اللي نزلت؟ فلازم ترفعها مش كده ولا ايه؟ مش ترفعها لمستوى الشارع، انت تحت مستوى الشارع 3 متر ممكن 6 متر. ترفع الميه ازاي بقى لو فوق؟ وترفعها عن طريق انك تجيب حاجه اسمها سيموش بامب. اكيد طبعا البامب اللي هتروح ترفع صح، ترفع صرف صحي، مش هي نفس البامب اللي هترفع ايه؟ ميه عليه، مش كده؟ اكيد ليها خصائص مختلفه خالص يعني، وبالتالي ليها اشكال مختلفه. دي غالبا بتبقى الميرسبل بامب، بتبقى السماش بامب يعني، بتبقى بامب مغموره في الميه وهكذا. انا بس مش عايزك تعرف يعني، بس بديك فكره عن الموضوع. في احد الاستخدامات الثانيه برضه في عندنا حاجه لو اللي على الشمال دي اللي على الشمال اللي على اليمين هنا اسمها ويل بامبس. دي بتبقى ليها شكل معين، شايف الترمبة شكلها رفيع ازاي؟ بيبقى فيها مطور من تحت، وده مطور تحت او فوق بتقدر يعني فيها شكل كبير عادي جدا، والبامب نفسها رفيعة حاطة في البير، والبير ده بيبقى مصور كده صغير قد كده، ولازم تنزل الى تحت يعني. ممكن يبقى فيه اللي هو عمقه 100 متر 200 متر 300 متر، ماشي؟ العمق كبير جدا يعني، فلازم البامب دي تنزل الى تحت. تعرف ليه بعد كده بقى السنة الجاية لازم تنزل البامب؟ ليه ما تحطش البامب فوق ونسحب ميه وخلاص؟ عشان خاطر كده بيتزود الجزء بتاع السكشن او تعمل شكل كتير. تخيل انك انت عايز ترفع ميه وتشفط ميه لما
المسافه كام؟ 300 متر فوق. متخيل انت محتاج تولد نيجاتيف بريشر قد ايه عشان تعرف ترفع الميه دي كتير جدا، فبتعملها مسافه كبيره قوي زي ما هتعرفها بقى السنه الجايه ان شاء الله. فعشان كده بنعمل ايه؟ بناخد البامب دي نخليها رفيعه كده وصغيره وندخلها جوه الدير، جوه الدير نفسه لغايه ما ينزل تحت خالص ابتدي يسحب الايه؟ الميه. ده شكل مشكله البامب. المنظر الثاني اللي انت شايفه دوت دي اسمها فاير بامب. دايما البامبس اللي بتستخدم في الحاجات بتاعت الحريق زي هنا في الكليه وزي في اي مكان عام بتلاقي دايما في حاجه اسمها طرمبات حريق، ودي حاجه مهمه جدا برضه هتحتاج بيها كتير بعد كده. طرمبات حريق دي ليها خصائص معينه، لازم تشتغل في وقت معين بطريقه معينه، لازم تكون واخده اعتمادات كبيره قوي، لازم تكون في الاخر يعني كفائتها عاليه قوي. ليه بقى كفائتها عاليه؟ عشان دي حياه الناس ببساطه. الناس ممكن ما تشربش ميه، ممكن المراوح بتاعت الميه تقف ما حصلش حاجه يعني، لكن لو البامب الحريق ساعد الحريق ما اشتغلتش الناس هتموت ببساطه يعني. بالتالي لازم يكون لها مصادر معينه. والشكل اللي انت شايفه ده بس فقط في العلم تبقى عارف دايما يعني في المعادي الكبيره بتلاقي في الترومبه ديت البامب ديت انت شايفها دي بامب كهرباء. طبعا احنا البامبس كلها بنتكلم عليها بامبس كهرباء مش كده ولا ايه؟ ماشي، بس هو ممكن ما يبقاش كهرباء. الموتور اللي بيدور البامب ممكن ما يبقاش كهرباء، بيبقى ايه؟ مش بنزين، بيبقى ديزل بقى او سولر يعني. ماشي، يبقى بتجيب انت بتجيب حاجه ديزل او سولر وتدور الايه؟ الموتور عادي. حاجه ده بتجيب موتور يعني بدل ما تدور بالكهرباء تدور بالوقود يعني. ودايما يعني طرمبات الكهرباء بتعمل كده. بامب بتدور بالكهرباء وواحده ثانيه سبير محطوطه بتدور بالوقود بحيث لو الكهرباء قطعت الكهرباء قطعت لو حصل حريق او الحريق حصل الكهرباء قطعت يحصل ايه يعني؟ يبقى البامب ده يشتغل وهكذا يعني. فهي ليها ايه؟ شكل معين في جهاز استخدامات البامب برضه. طيب البامبس لما بتتعمل ممكن تبقى بامب صغيره خالص زي ما موجوده عندك في البيت او اثنين ثلاثه جنب بعض، او ممكن تبقى حاجه اسمها بامب ستيشن. بامب ستيشن دي محطه رفع بقى، ودي بتتعمل على خط كبيره يعني. انت مثلا عايز ترفع الميه، الميه اللي جايه مثلا اللي جايه من مدينه نصر هنا جايه لنا من المعادي، محطه الميه بتاعت المعادي. احنا في مدينه نصر اعلى من المعادي، فعشان يرفع الميه من المعادي لو قاعد مدينه نصر هنا لازم يعمل ايه؟ محتاج ان هو يرفع بامب. تخيل بقى خط الميه اللي قطره بيفضل يبقى متر مثلا او اكتر من متر دوت اللي بيجذب كل مدينه مصر ديت مثلا يعني. تخيل دي كميه الميه بتاعتها قد ايه؟ لو بيحب يرفعها بيدخل الميه في حاجه كبيره قوي اسمها بامب ستيشن. مبنى كبير فيه طرمبات كبيره جدا، بامبس كبيره جدا عشان هي اللي ترفع الميه بكميه الايه؟ بكميه الميه الكبيره دي. نفس الكلام برضه في الزراعه مثلا. المنظر اللي انت شايفه دوت اللي هنا دوت دي محطه الرفع بتاعت الدشكه، مشروع دشكه. حد يسمع عن مشروع دشكه؟ الجيل اللي بعد الكشك يعني. هتسمع هتسمع مشروع الكشك قبل كده؟ خالص؟ تمام. اللي هي ايه طيب فين الكشك دي؟ ال هي كانه بالوادي خالص. مش كانه بحيره مصر يعني. خلاص؟ لما الميه غالية شويه فتحت حاجه اسمها مفيش كشك، الميه بدات قال لك خلاص تعالى ارفع ميه وننزل في الحته اللي تحت. وات ايفر بقى الجدول بتاع المشروع صح او غلط او فاهم مش مشكله يعني. بس هو مشروع كبير قوي وتعمل له محطه بامب ستيشن كبيره جدا عشان تقدر ترفع الميه من منسوب لغايه منسوب عالي عشان تعرف تنمو الارض الزراعيه الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها. لكن المنشا اللي انت شايفه ده منشا كبير قوي، عارف انت تكون حاسس بحجم حجم البامب ستيشن، حجم المحطه نفسها اللي انت شايفها. واضح الابعاد؟ واضح حاسس بالابعاد شكلها عامل ازاي؟ كبيره جدا يعني الارتفاع ده كبير قوي عشان تبقى واضح. خد بالك ده طريق اللي انت شايفه ده عرض الطريق. ماشي؟ دي شكل البامب ستيشن من جوه، مش شرط نفس البامب ستيشن دي طبعا، بس دي شكلها زي ما انت شايف كده. شايف في كام بامب موجوده؟ فدي البامب ستيشنز الكبيره قوي اللي موجوده في ايه؟ في المحطات الكبيره. طيب دي بالنسبه للبامبس. البامب برضه ليها فورم بدايتها من منذ قديم الازل على فكره. الانسان بيستخدم البامب من اول البامب اللي احنا ممكن نكون شفناها في حتت كتيره قوي في اماكن زراعيه. دي بامب مش كده ولا ايه؟ هو بيطلع ميه، بيطلع ميه من تحت لفوق اللي انت بتشوفه دوت هنا، كانه عامل زي البيستون بالظبط. هو بيسحب ميه ويطلقها، بيسحب ميه ويطلقها، هو ده البامب العادي خالص. او ممكن تكون حاجه بالشكل بحجم الضخم اللي انت شايفه ده. ماشي، دي شكل بامب، الحجم اللي انت شايفه دي بامب. فبالتالي هتلاقي اشكال كتيره وانواع كتيره واحجام كتيره واستخدامات كتيره جدا. عشان كده موضوع البامب دي من اهم الحاجات اللي الابلكيشن فعلا اللي انت هتفهمك يعني المفروض تبقى فاهمها كويس لما تيجي تتكلم هتشوفه في الاول جامد. واضح؟ طيب. ليه البامب بقى؟ نتكلم على التوربينز. التوربينز دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل ايه التوربين؟ هي بتستهلك هي الميه بتحطها في اماكن معينه بتستهل. بس اللي انت بتتكلم عليها دي هي الموتور باور او الهايدرو سوري الهايدرو
بعد السد ليه؟ عشان نحفظ ميه، ده الهدف. فلازم في نسوب الميه قبل السد عالي ونسوب الميه بعد السد واطي. وبعد كده الميه بتاعت دي بتمشي في تنلز. التنلز دي وهي ماشيه الميه بيبقى لازم نسوب عالي ونسوب واطي. فبيبقى في هيد موجود كبير في انرجي يعني. فانا بحط التوربينز في اماكن معينه بحيث تتجاهل ارتفاع الميه اللي بتحصل دوت في انها تدور الايه؟ التوربينز. يبقى على عكس ده. فخلي الميه هي اللي بتلف التوربينز، التوربينز دي بلفه بتاعت التوربين دي بحولها باشكال كتيره جدا الى طاقه كهربائيه. فانا بستخدم بعمل ايه؟ بعمل اكستراكشن للايه؟ للانرجي بتاعت الميه. بستخرج الانرجي بتاعت الميه واحولها الى صوره اخرى اللي هي حركه. بحولها لصوره حركيه بتتحول بعد كده لما الحاجه بتلف دي في كويلز وفي حاجات معينه تبتدي تولد ايه؟ كهرباء ببساطه شديده. وده الشكل اللي بيولد كهرباء في اي مكان بيتكلم على حاجه اسمها هايدرو باور. هايدرو باور يعني ايه؟ يعني الباور اللي جايه من الهايدرو من الميه يعني. ماشي؟ لكن مش هو دي بس التوربين على فكره. التوربين ممكن تبقى الشكل اللي انت شايفه دي بيقول مجموعه توربينات بتوع سد اللي موجوده سد. ماشي؟ التوربين بتبقى شكلها عامل شكل الايه؟ شكل البامبو بالظبط على فكره. هي برضه هي شكل تلف هو في الاخر هي عايز تلف. بس الفكره بقى ان انت اللي بتخلي الميه لكن التوربين ممكن ما تبقاش بس كده، ممكن برضه تبقى التوربين حاجات كتير، يعني التوربين ده ممكن يبقى جهاز توربين. احنا في مصر بناخد كهرباء منين؟ طاقة الريم يعني، الكهرباء بتاعت مصر. انت على طول عارف ان السد العالي كلنا درسنا يعني طيب بس هو بقى ما مقدار الكهرباء اللي بيوردها السد العالي في مصر؟ ساعة لما السد العالي لما اتعمل في الستينات كان بنسبة كبيرة جدا 80% مثلا من الكهرباء بتاعت مصر أو يمكن أقل شوية كان هي دي بتيجي في السد العالي. حاليا بقى نظرا للتوسع اللي حصل صناعات كتيرة ناس كتير استهلاك كتير بقت جزء من مشاركة السد العالي تتراوح من يعني من 7 إلى 15% فقط من كمية الإيه؟ من الكهرباء بس من مصر. هما الباقي جاي منين كله؟ إحنا بنعتمد عليه في الكهرباء. تفكر يعني بنستهلك كهرباء بنجيب كهرباء منين؟ رياح. ايه اللي بيولد لنا الكهرباء؟ رياح اسمها طاقه متجدده طبعا كميه صغيره جدا بالنسبه لكميه الكهرباء او بالنسبه للانرجي الموجوده عندنا في العالم كله مش بس في مصر يعني. ماشي؟ ودي موجوده بعض المحطات بس حاجات صغيره قوي اكيد مش الرياح في حاجه ثانيه. فيو. ايوه بتحرق وقود بتجيب غاز طبيعي بتحرق غاز طبيعي او بتحرق ممكن سولر ولا اي حاجه بس احنا كمان في مصر بنحرق غاز طبيعي. بناخد الغاز الطبيعي بنحرقه، نحرقه يطلع ايه؟ يطلع ستيم. الستيم ده بيعمل ايه؟ بخار يعني. البخار ده بيعمل ايه؟ يدور التوربين بس ببساطه شديده يعني. التوربين مش شرط تبقى التوربين دي تبقى ميه بس. لا ممكن تبقى اي فلويد. ممكن يبقى غاز يعني بمعنى اخر. فالغاز دوت اللي هو الستيم يعني دوت بيدور الايه؟ التوربين وبالتالي بيولد الكهرباء. لما يبقى في محطه طاقه للميه تفتكر انت محطه الكهرباء بتعمل ايه؟ الكهرباء ازاي يعني؟ ما نفس الطريقه على فكره. هو كل حكايه انك تستغل الطاقه النوويه في تسخين الميه مش اكتر من كده. وبرضه لما تسخن الميه يطلع ستيم عشان يدور توربينات. هو نفس النظام يعني. ما تفرقش اكتر. فالتوربين في الاخر بتعمل ايه؟ بتحول طاقه بتاعه الفلويد نفسه بتحوله الى طاقه ايه؟ حركيه ومنها بتولد كهرباء. المهم في الاخر بنبص لها في الموضوع ده ايه؟ طبعا احنا لما نتكلم بنتكلم على التوربينز اللي علاقه بالميه. مبدئيا مش ده هو التوربينز بتاعت الغاز او بتاعت الستيم وبتاع الكلام برضه اللي يهمنا في الموضوع دلوقتي احنا ما يهمناش التوربين نفسها مكوناتها شكلها عامل ازاي، يهمنا ان احنا ازاي نفعلها في السيستم، ازاي نحطها في السيستم بتاعنا عشان تشتغل. فاحنا لما نيجي نحط بقى سواء البامبس او التوربينز بدايه الشغل بتاعنا انا بس كل الكلام ده في المقدمه عشان تفهمي احنا بنتكلم عن ايه. لما نيجي نحط البامبس او التوربينز ده المنظر اللي موجود عندنا. اولا البامب عايز ترفع الميه من منسوب الى منسوب عالي. من منسوب عالي سوري من منسوب قليل الى منسوب عالي. فعشان ترفع الميه ايه لما نشوف دوت؟ عن طريق البايب. والبايب دي هنركب هنا فيها بامب. فالانرجي بتاعتنا لازم تزيد. فتبان ازاي بقى؟ هنا بقى نرسم التوتال انرجي واحد مثلا. هتبان لما نرسم التوتال انرجي واحد ده بقى التوتال انرجي واحد اهو. ليه يا جماعه نرسمهم
وهنا ميه هحط ايه؟ كلورين. هو ما ينفعش ان انا اكل ميه هاخد ميه، ما ينفعش اخد ميه والميه اصلا مش عارف تطلع من المنسوب للنسوب، فاكيد الكلورين دي هيبقى ميه جايه من منسوب عالي راح المنسوب واطي زي ما اتفقنا في السد كده. هاخد الكلورين في النص. الشكل بقى كده ان شاء الله لما تقول لي الدنيا المايه شكله عامل ازاي لما نزل هيبقى برضه نفس الكلام. لو في لوسس هتلاقي ديت معينه بالشكل ده برضه، عشان بس ما تغلطش تاني. مين ده اللي دعوه مين الايه؟ الباي بس ما حدش يربطهم ببعض. حطيت لهم وزيده بقى مالهمش دعوه خالص بالموضوع. دي باي مايله اللي بتدرس اي حاجه خلاص، ودي برضه مايله اي حاجه خلاص. هو فكره ان هي ده مايله عشان في لوسس يعني. وصلت لغايه هنا وهي نفس الكلام برضه. اللي حصل هنا ده ان الهيد حصل له ايه؟ قال تبني حاجه اسمها اتش تربين. ده الوصف اللي حصل في التربين. سوري انا اسف مش الوصف ده الاكستراكتد انرجي بتاع التربين. يبقى التربين اخذت ميه من السيستم، اخذت سوري هيد من السيستم، والهيد ده اسمه اتش تربين. ماشي؟ فده السيستم العادي اللي شغال فيه. مش اي حاجه جديده ممكن نقوله، وقلناها قبل كده لو فاكرين المعادله العامه الجنرال لما نيجي نطبقها في حاله برنولي. لما نيجي نطبق برنولي ايكويشن النقطه ديت. دي نقطة واحد ودي نقطة ايه؟ نقطة اثنين أو واحد واثنين whatever يعني. فبنيجي نقول أو ثلاثة أيا كان أو حتى واحد لو أنت عايز تعمل بس عشان ما تغلطش. ماشي ثلاثة الماية ماشية من واحد لاثنين، يبقى بتقول الفلود الهيد على واحد ناقص اتش وسط ناقص اتش توربين زائد اتش بامب. الكلام ده كله بيساوي ايه؟ الهيد على اثنين. ماذا نعمل هنا؟ احنا عندنا بمب، ما ينفعش طبعا نحط الاثنين، ما ينفعش اي بس انا يبقى فيها التوربين وبمب. يعني ما ينفعش ازود ميه هيد قصدي انرجي وارجع اخدها مره ثانيه، حاجه مش منطقيه. فبالتالي هنا مثلا في المساله دي احنا ما عندناش بمب. فده الشكل بتاعنا. هنا ايه نتكلم؟ نتكلم على اتش 2 ناقص اتش وصل زائد اتش بمب. الكلام ده كله بيساوي اتش على ايه؟ عندي ثلاثة. فده المنظر بتاعنا. دي المعادلة العامة اللي احنا بنستخدمها في البرنامج مش أكتر من كده. طيب كل بقى الموضوع إن احنا هنستغل هيبقى في عندنا حاجة من يعني ممكن يبقى في حاجة أي حاجة نسبة في المسألة بتاعتنا. ممكن يبقى أنا عايز أعرف فرق بين الشوط قد إيه. قلت لي ست ده اللي أنا عايز أدور عليه. عايز أدور على الوسط أو الشارج أو بريشر على النقطة. أو حاجة عايز أدور على حاجة جوه البامب نفسها. عايز أحسب الباور بتاعت البامب مثلا. طب الباور بتاعت البامب يتحسب إزاي؟ الووتر باور عامة لما تبدا تحسب الباور اللي جاي من الميه وخارج من الميه فالباور بتساوي جاما في الكيو في الاتش. انت عايز تحسب الباور ادت او اكستراكتد ايا كان هيبقى الجاما بتاعت السائل اللي ماشي لو ميه او الجاما بتاعت الميه اي سائل تاني مش مشكله. الكيو التصرف اللي ماشي والاتش طبعا هو الهيد. الهيد ايه؟ الادت او هيد اكستراكت. زودت هيد يبقى الباور اللي انت عايزها الكلام ده كله يبقى دي الباور اللي انت ايه؟ زودتها اللي انت محتاجها عشان تزود الهيد ده. هتستخرج هيد من الميه تحط الهيد دوت يبقى دي الباور اللي انت هتاخدها بقى لما تيجي تاخد الهيد من الميه. فدي المعادله العامه بتاعت الباور عامه يعني. بس احنا ساعات كتير طبعا الوحدات بتاعت الكلام دوت مثلا لو احنا عوضنا دوت بمتر مكعب نيوتن على متر مكعب وعوضنا الدواء بمتر مكعب على الثانية وعوضنا الدواء بمتر طبعا احنا مش فاهمين في السيستم يعني يطلع لنا الباور وحدات ايه؟ وحدات نيوتن في متر على السكند. دي وحدات ايه؟ اسمها ايه؟ وات. وات نيوتن في متر ده اللي هو وحدات الورد الجول يعني. نيوتن في متر في السكند دي وحدات اللي هي اسمها ايه؟ وات. طبعا لو ما كانش في مكان ايه السيستم يبقى داون فيت في السكند. طيب بعد ما جينا بقى الكلام ده احنا عايزين ساعات احنا بنعوض بالباور على المدى دي حاجه شائعه بالهورس باور العالم كله بيعبر عن الباور بالهورس باور. طب ازاي بقى نعوض الكلام ده بالهورس باور؟ ببساطه شديده يعني هنحسب على كوفيشنت. كوفيشنت ده اسمه كي اسمه سي مش مهم. المهم في كوفيشنت كونفرجن كوفيشنت فقط معنى التحويل. الفكره كلها لو انت عندك الباور زي ما هو عندك في التيرم
ان حضرتك انك تحسب لي الباور بتاع الباور او الباور بتاع التوبيل تحسبها ازاي؟ محتاج ايه عشان تحسبها؟ الباور بتاع السائل طبعا في شو كده تبقى عندك اكيد يعني محتاج انك انت تعرف ايه ايه؟ حاجه من دول اكيد حاجه من دول مجهوله يعني اما هتحسب اتش هي المجهوله اما هتيجي كيو هي المجهوله تعوض فيها دي الباور. واضح الكلام دوت؟ في حد عنده مشكله يا شباب؟ طيب بس عشان المعادله دي تكمل لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا اسمها الافشنسي الكفاءه. الافشنسي بتاع اي حاجه في الدنيا زي ما انت شايف كده الافشنسي دي بنسميها عيده. الافشنسي العيده ديت بتساوي اوت باور على انبوت باور. يعني هقول لك ان كفاءه اي حاجه مش هي مش باور بس هي كفاءه اي حاجه في الدنيا. ماشي انت شاري حاجه عشان تديك شاري جهاز عشان تديك طاقه معينه عشان تديك حاجه معينه. طب انت عايز تعرف كفاءه الحاجه الجهاز ده بيقول ايه بتشوف ايه بتشوف الحاجه اللي انت خدتها منه ماشي تقسمها على حاجه اللي انت اللي دخلها فيها. يبقى لما اقول لك مثلا ان البمب الكفاءه بتاعتها 70% دي معناها ايه؟ معناها انك تاخد من الطاقه من الكهرباء باور 100 حصان بتديك انت للسيستم بتاعك كام؟ 70 حصان. يبقى الكفاءه بتاعتك هي الاوتبوت 70 مقسومه على ايه؟ على الانبوت الكهرباء اللي هي كام؟ 100 مش كده؟ فدي كفاءه. البمب انت بتدخل لها انبوت الكتريكال باور مش كده ولا ايه؟ بتخرج منها ايه؟ موتور باور. التوربين العكس الالف بتاعها هو الموتور باور والاوتبوت بيبقى ايه؟ الكتريكال باور. يبقى انا لو انا حبيت احسب الالكتريكال بورس باور يعني من الاخر كده لما اقول لك انا هجيب باور عشان ارفع ارضيه قيمتها بمسافه 20 متر احسب لي الباور مقصود الباور هنا انك تحسب الباور اللي عايزها من الكهرباء يعني. طب عشان تحسب الباور اللي عايزها من الكهرباء تعمل ايه؟ هتحسب الجاما الالكتريكال باور بيساوي جاما كيو اتش مقسومة على كي طبعا عشان تروح بار بس مقسومة على ايتا كمان على الكفاءة. ازاي الكلام ده ولا؟ لو انا قلت لك ان انت حسبت الجاما كيو اتش على كي طلعت بتساوي 5 حصان. انت محتاج 5 حصان عشان تعرف ترفع المية. طب انت تاخد قد ايه من الكهرباء؟ لو كفاءة البامب بتاعتك 100% يبقى انت عايز كام من الكهرباء؟ 5 حصان. لكن لو كفاءتك 50% بس يبقى انت عايز 10 حصان. يبقى بنقسم ال 5 على 50% على 0.5 واضح؟ يبقى فهمنا الموضوع ازاي؟ يبقى انت احفظ بقى الكلام ده عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. لو هنتكلم عن البمب وعايز اعرف البمب الباور لو قال لك احسب لي الباور فالمقصود بيه الالكتريكال باور. ماشي؟ الالكتريكال باور اسمها بريك باور او الانبوت باور هي باور انت بتاخدها من الكهرباء بتساوي جام كيو اتش على الكي او الكونفرجن فاكتور على الاي. طبعا لو انا في المساله ما كتبتش الاي ده باور عليه باور ماي ما التوربين بالعكس مش كده ولا ايه؟ يعني لو قلنا كفاءة التوربين دي 50% وهي نفسها الميه بتدي للتوربين دي 5 حصان برضه يبقى التوربين هتطلع للكهرباء قد ايه؟ 2.5 مش كده ولا ايه؟ هي كفاءتها 50% هتاخد 5 حصان تطلع هي للكهرباء 2.5 يبقى الكهرباء اللي موجوده هنا الاوتبوت بتاعك بيبقى كام؟ جاما كيو في اتش على كي بس الكلام ده مضروبه في ايه؟ مضروبه في ايه؟ مضروبه في الكفاءه بتاعك في يبقى هي بتقول ايكويشن عن الباور زي ما اتفقنا معادله بس بتاعت الباور لو كنا عارفينها كويس يبقى تعرف تحسبها وموضوع الكفاءه زي ما اتفقنا ماشي؟ تعال نطبق بقى الكلام ده على هذه المساله. نقرا كده المساله كده نيجي كده نقرا المساله. مباشر على موضوع
ريزرفوار اللي خزان ميه، ريزرفوار اللي خزان ميه ماشي. فالريزرفوار زي تانك كده، بس الريزرفوار هي الاكثر استخداما بصراحه في الفلويد ميكانكس والفلويد ريزرفوار. طيب فالريزرفوار ان دي تايم تو بروديوس باور فور سيتي، خلي في سيتي مدينه في عندك فيها مثلا سد وفي بحيره وفي عالي وفي منسوب ما في بحيره وفي منسوب واطي مثلا يعني، وبعدين هنا عشان تولد كهرباء ليها تيجي بقى الصبح الدي تايم يعني صباحا، وتيجي تخلي الميه تنزل من فوق لتحت وتولد كهرباء عشان الصبح محتاجين طاقه اكبر عشان الشغل مصانع شغاله فبتشغلها كتير منها. وبعدين بقى ايه؟ ات نايت البامبس موتور فروم لور تو اوبر الريزرفوار في الريزرفوار سيتويشن عشان تعرف تولد الكهرباء مره ثانيه، على مدين البامب بتاع دوت الميه رافعين من تحت لفوق مره ثانيه. فالموضوع ممكن يبان عبث شويه يعني، الموضوع مش ضايع طاقه كده، بس ممكن تكون الطاقه اللي احنا محتاجينها عشان تولد عشان تطلع الميه اقل من الطاقه اللي احنا محتاجينها عشان تاخدها من التوربين، يعني تاخد اكتر من التوربين. فممكن يبقى الموضوع يعني فيزابل يعني منطقي او اقتصادي او قابل للتطبيق يعني ماشي. خلينا نمشي معاهم خلاص يعني مش هتفرق كتير معايا الموضوع. ايه بقى المطلوب؟ ها؟ مديك الديزاين فكريه 18000 جالون بير مينت. ايه ده دلوقتي؟ في الاتجاهين سواء داخل او خارج التصرف بيساوي 18000 جالون بير مينت. The friction head loss 21 feet. ده head loss. Estimate the power in kilowatts. مرة extracted by the turbine، مرة تانية delivered أو added by the pumps. يبقى هو من الآخر عايز يفهم. ماشي تاني معادلة الباور نعمل إيه عشان نجيب الكلام ده؟ هو عايز هو دايما لما تيجي تحل مسألة أو تفكر في المسألة ابتدي يعني أنا رأيي إنك تبتدي من الآخر. هو عايز الباور بتكتب معادلة الباور وتشوف إيه اللي ناقص عشان تعرف تعوض في المعادلة. ها؟ ما تفكرش في المسألة من أولها، تفكرها من الآخر. ممكن يبقى المعادلة تكتب الاول المعادلات اللي عندك ايه اللي انت اصلا محتاجه وتبتدي تشوف تدور عليه في الجزء ده. فاحنا دلوقتي بنقابل كده عايزين باور سواء هي ادد او اكسبكت او ديبت. فاحنا عايزين باور ايه اللي محتاجينه بقى عشان نجيب الباور ده؟ الضغط بتاع السائل صغير ياخد نوع ايه؟ خلاص احنا عارفينه. افكر محتاجين نوع ايه في يوم محتاجين نجيب الاتش ماشي؟ الاتش دي اللي هي ايه؟ الاتش بتاع الباور او الاتش الاتش ادد او الاتش اكسبكت بيرفكت. طيب الكيو اللي هو مديها لك مش كده ولا ايه؟ هو اداك المسألة في خلاص. ناقص بقى ان احنا نجيب ايه؟ بس اه. يبقى المسألة دي ان احنا نجيب الاتش، نجيب الاتش منين؟ من برنون. من برنون ما عندناش غيرها يعني. ماشي؟ يبقى ده اللي احنا هنعمله. هنقول أول حاجة، أول حاجة احنا محتاجين نعمل ايه؟ في المسألة. ها؟ لا، نرسمها مرة تانية. أول حاجة نعملها نرسم المسألة. واكتب البيانات عليها، عين دي منسوب بتاعها 130 فيت ودي منسوب بتاعها كام؟ 45 فيت. خد بالك هو في مسألة زي كده هيطلب منك ترسم دوت الانش بار من بترول الجليد بار بس احنا لسه رسمنا دلوقتي مش لازم نسوي تاني بقى خلاص احنا ايه؟ كنا رسمنا تعالى الجذر بتاعك ده اول حاجه هو مديك المناسيب خلاص احنا عرفناها الزد واحد والزد اثنين يعني، ومديك الكيو اللي دي الحاجه الاساسيه بتاعتنا كم؟ 18000 جالون بالمنت صح؟ جالون بالمنت. كلمه جالون بالمنت ده عشان انت عارف ان ده قياس مشهور قوي ماشي، اللي هي اسمها الشيك يا ابني. جالون بالمنت مشهوره قوي بالذات في امريكا وفي اماكن كتيره. الترمبات اللي فيه انواع كتير من البامبس زي البامبس الحريق مثلا لما بتيجي تشتريها او تتعامل معاها بتتعامل معاها جالون بالمنت. كام جالون بالمنت؟ ماشي؟ فعشان كده مهم الترم ده درس مهم قوي ممكن تسمعه كتير بعد كده. طيب جالون بالمنت ده الجالون اللي هو بكام؟ هنحول بقى الكلام ده اضرب الكلام ده وقت الجالون الواحد ها؟ بيكون 7-8 ماشي؟ ساعات بقى بيكون ايه؟ خلاص ساعات في بعض الحاجات الواحد جالون في
بيساوي 3.78 لتر. فبالتالي محتاجين نعمل ايه بقى؟ نحول الكلام ده نقسمه على كام؟ على 1000 عشان نطلع من متر المكعب، صح ولا ايه؟ طيب ده المتر، يبقى احنا محتاجين نقسم الكلام ده كمان على كام؟ على 60 عشان يبقى السكت. يبقى احنا كده يطلع طبعا الوحدات بتاعتنا في مشكله في الوحدات دلوقتي، احنا مش عارفين في متر سكت. وتقدر بقى تشوف الحل الاسهل بالنسبه لك ايه؟ ده يقارب في الاخر كده متر مكعب في الثانيه. وانت عندك الابعاد ده اللي شايف الكلام ده كله بالفيت. اختار بقى عايز تحول ده متر مكعب في الثانيه. تقوم محول ده تقدر ده في 0.348 تحوله لايه؟ او تقسمه سوري على 0.348 تبقى تحوله لفيت او العكس. انا رايي انها تعمل العكس يعني. ان انت بتقيس بقيمه الهيد باصص 21 فيت. الاتش باصص 21 فيت. 21 فيت يعني اضربه في 0.3248 بتحول كذا متر. تاني كده اسهل مش كده ولا ايه؟ يبقى اجي هنا برضه نفس الكلام ال 180 ديت اضربها في 0.3248 45.3248. متضايق الكلام ده هيتحول لجوه بدل ما اوجع بقى دماغي يعني، تخيل انك حولت المتر فيت جيت هنا وقفت المشكله ان
فوق الباور بتاعتك بدل باوند في فين في سكند تحولها لباوند مش هنعمل حاجه فالاسهل ان نقرا المساله كلها عشان نعرف المطلوب فعلا وبالتالي نعرف ايه نحاول نعمل ايه. حلو طبعا نفس الكلام بقى التاريخ الثاني مش بقى نعمل دلوقتي يعني في حاله النظام يعني نفس الكلام بس لو خدت بالك ان في المسائل بتاعت التركيب عشان الميه جايه ما بين تو تانكس يعني المساله في الاخر عباره عن تو تانكس فدايما بتحصل الميه في التانك زيرو اللي هو البريشر بزيرو دايما بتحصل زيرو فعشان دايما كده المساله بتتحول الى ايه؟ الى ان الديفرنس بص بقى الدل اتش زد واحد ناقص زد اثنين هتيجي هنا ناقص اتش وصل ناقص اتش توربين زائد اتش بوم بزيرو دي المساله بتتحول بالشكل ده في حاله لما تكون تنكات مرة تانية يا اخوان الجنرال ايكويشن من الايه دي لما بتكون الميه بتتحرك ما بين تاج وتاج عشان البريشر بزيرو والبص بزيرو اللي احنا عارفين كويس لما كده سكر البريشر بزيرو والبص بزيرو فاحنا عارفين ان هي تطلع المعادله اخد الزد في الفاين اوت يبقى الدل اتش دي بس عشان تبقى واضحه بالنسبه لنا هي اللي كانت زد واحد ناقص ايه؟ ناقص زد اثنين فلو غلطت كلمه دلتا زد دي فهي دلتا اتش اقصد ان هي دلتا زد يا عم بلاش عشان ما تغلطش دلتا زد دلتا زد هو فرق الارتفاع ده دلتا زد هنسميه دلتا زد هنسميه دلتا اتش عشان بس ساعات تشوف في الحل كده فرق ماشي يبقى دلتا زد هو الفرق الاول طرحت منه الاتش اصص اهو طرحت منه الاتش توربين او هنزود الاتش بام طبعا اكيد واحده من الاثنين في حاله البام طبعا عشان بنتكلم على بام مش هنبتدي اتش توربين يبقى الكلام ده كله هيساوي كام؟ زيرو يبقى دي ابقى تحسبها اسهل شويه اسمها برضه منه لان لازم نقول كده ارض الكوميونيكيشن ماشي واضح الكلام ده شويه طيب ده الحل بتاع المساله عامه يعني نعرف الباور بكيلو وات سواء كده او كده واضح مثلا هنا طبعا عشان نحط في دي الكفاءه في الباور طبعا الباور بتاعتها اكبر من الباور بتاع من الباور بتاع التربين طبعا عشان هو مش بيديك الايه؟ الكفاءه بس طبعا ده معناه الاخر ان الموضوع اكيد مش اقتصادي خالص يعني انت محتاج باور عشان تطلع الميه اكتر من باور اللي انت محتاجها عشان تنزل الميه اللي انت هتاخدها من الميه اكيد طبعا الموضوع يبقى ايه؟ يبقى هبل ماشي طيب هناخد مساله ثانيه كده موضوع البومبس برضه بس يعني ايه فيها فكره بقى شويه ها؟ واحد اثنين تسعة اتش اوفرز
9 فيت. طبعا في كيوبيك بير سكند مسج اللي بتعرف اسمها سي اف اس، عشان بس لو شفت الكلمه في كيوبيك بير سكند كيوبيك فيت بير سكند يعني اسمها كده كيوبيك فيت بير سكند سي اف اس كوحده مصر. طيب يلا مطلوب ايه بقى من الاله؟ عايز المنبر الجديد. اعمل ايه بقى؟ اعوض بقى بدون الجيش، اربط بقى الكلام ده ببعض.
انا اوريدي اصلا هنا عارف الاتش 1 عارف الاتش 1 الفي 1 والفي 2 طبعا الفي تام ده هنا الفي تام ده هنا صح؟ ده الفي اللي ماشي انت اوريدي عارف الفي 1 خلاص وعارف الفي 2 الزد 1 تحطها ب 0 الزد 2 تحطها بكام؟ هحطها ب 5 يبقى من المعادله دي هتطلع ايه في الاخر خالص؟ تطلع قيمه الفي 1 ناقص الفي 2 على الرقم دي معادلة رقم واحد عايز تسميها يعني دي معادلة رقم اثنين طبعا مش هنسمي ده معادلة مجموعات يعني بس هو نفس الترم دوت هتعوض بيه هنا اهو تعرف ان انا كنت ايه؟ لا ماشي فيها فكرة شوية يعني. بس هي موضوع ببساطة ان انت انا لو منك يا ما تحل المسألة كل موضوع ان انت حط المعدات اللي هي ممكن تيجي في دماغك ما تقعدش تفكر على الهواء ما تقعدش تفكر كده زي الهواء اي حاجه المعدل ليها اثر من الموضوع ملهاش علاقه انت شايف يعني ممكن تبقى لك اكتب يا عم المعدل دي جنبك هيطلع لك النتيجه تطلع لك الموضوع شكله عامل ازاي واضح يا شباب الدنيا كان ممكن طبعا يمشي العكس لو انت عايز يعني تفكر في الاثنين يبقى رقم من دي واحد ودي اثنين هل انت عارف انك انا اصلا كده في الموضوع بتاعتك ليه علاقه بالموضوع او طنط الترمات دي نفسها يعني الزد واحد زائد ولا رقمها زائد اثنين اصلا ما انا ناخد كل واحد كده يساوي ايه؟ حطها في المعادله اجيب الاقرب ليها هنا يعني ماشي؟ مش هيبقى بقى ايه؟ هي تبقى ايه اسهل ماشي يا شباب؟ دي برضه نفس الحل اهو يعني بتاع الموضوع عشان تعرف تجيب الريدنج او الار يعني او الاتش كده ماشي؟ طيب كده احنا اتكلمنا على موضوع البامبس والتوبيس ناقص بقى عايزين نتكلم على حاجه بتاعت حاجه تالتة عشان كده خلصنا الابلكيشن ديت حاجه اسمها جيت او فري جيت يعني طبعا الموتور جيت عشان تبقى واضح يعني انت كلنا عارفين الموتور جيت عامل ايه زي ما الناس بتخبطونا كده والميه خارجه بتخش بتخش جنينه بتخش اي حاجه او تفر يعني فده اسمه موتور جيت والميه خارجه طبعا ممكن دول ابلكيشنز مهمه يعني ان هي مرات دول ابلكيشنز مهمه طبعا من اهم الابلكيشنز او مش الحاجات اللي ممكن نشوف بتطبقها في موضوع الجيت يعني هو موضوع فيها حراره ماشي طبعا دي من اهم الحاجات فيا اما على الجيت لارج يعني في فاير بان بيستخدموه زي ما انت شايف او في شيب ساعات في حاجه بيبقى في قوارب في النار هي اللي بيبقى عليها بامبس بيبقى عليها كل التجهيزات عشان تقدر تطفي الحراره ماشي فطبعا من الواضح جدا ان هو في اهميه ان انا اعرف احسب المسافه اللي وغير المسافه التوجيه بتاع الجيت نفسه قد ايه؟ يعني احط الجيت ازاي؟ الزاويه بتاعت الشكر عامل ازاي؟ فالموضوع ده بيبقى له ترتيب الناس بتوع الفاير ارام بيتعلموا الكلام ده بيتدربوا عليه ازاي اعرف اطفي حريقه بمسافه معينه بحيث ابقى انا امن عن نفسي كمان وانا شغال فبكمل حسابات واضحه اكيد يعني ده الهدف او احد الاسباب ان انا بدرس حاجه اسمها فري جيت ماشي؟ طبعا واضح ان الفري جيت دوت هو نفس الكلام اللي نتكلم على بروجكتايل او على بروجكت ماشي مخروف يعني هي كنا يبقى ميه كنا يبقى صاروخ يبقى الداله بتاعت الدبابه او المدفع هي نفس الكلام ما تفرقش في حاجه طيب في قوانين اللي احنا بتاعت البروجكت اللي احنا بنتكلم عليها دي القوانين بشكل عام ثلاث قوانين اللي احنا عارفينهم كويس قوي ادي الشكل اللي انت شايفه فوق كده تمام في منطقه المد مهمه بس نعرفها طبعا التحليل لما بنيجي نعمل تحليل او نحل مسائل بتاعتنا بنحلل البروجكت دوت في مستويين او تو اكس يعني في مستوى واحد يعني تو اكس اكس واي او اكس وزد مش فارقه طبعا لو شفتها زد شفتها واي انت فاهم اللي بتتكلم فيه ماشي ساعات في حاجات هي مكتوبه زد حاجات واي مش تفرق في حاجه المهم في اكس واي او اكس وزد واضح بقى طبعا ان كل نقطه من الكلام دوت الميه وهي خارجه تخرج بميل معين في نوت هي ده خروج الميه من النوزل النوت ده اسمه نوزل قلنا الكلام ده قبل كده
النقطة ديت على مسافة من هنا كده اسمها زد، وعلى مسافة من هنا اسمها ايه؟ اكس. والنقطة دي بقى في حالة عند التوب بتاع التراجكتوري، بس معلومات مهمة جدا، ان الفي هنا بتساوي كلها في اكس بس، والفي زد بكام؟ بزيرو عند التوب. عند التوب المية بتبقى هوريزونتال خالص، وبعد كده بتنزل تاني بلاقيها مركبة مرة تانية. عند النقطة دي برضه ليها مركبتين عادي، بس عند الكوكب بالذات مفيش مركبة في فيها زد، كلها بتتجوز. فدي اللي بنسميه هنا ماكسيموم زد. وأكيد دي ماكسيموم اكس. إيه المعادلات اللي إحنا هنستخدمها؟ بس المعلومة دي مهمة عشان هتفرق معانا كتير يعني. إيه المعادلات اللي إحنا هنستخدمها؟ ثلاث معادلات اللي أنتم شايفين فوق. طبعًا الإس دي مقصود بيها الإس بس، عشان كده لما بدأت أطلع بعض المسائل يعني.
تقدر تتحرك عليه، رصاصة المية بتضيع مع الغلاف الحرارة، مش كده ولا إيه؟ مش ثابتة. الجامة دي مش ثابتة، رقم مش ثابت. كل البارامتر كتير يعني الـ vapor pressure اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، الحاجة دي مش ثابتة. ماشي؟ هيتغير مع تغيرات درجة الحرارة بس الأرض فيها شوية. هتفرق لما تكون درجة الحرارة ناقص 20 على ما تبقى 50. أكيد طبعًا هيفرق، رصاصة ثابتة هتتغير. دراج ايه اللي دايناميك دراج؟ يعني ايه دراج؟ اللي هي يعني مقاومة يعني في ريزيستنس يعني بيقول لك بتفضل اختارت كده اللي مفيش فبقى بقول لك سبب ان هي كانت مفيش مقاومة خالص ما خلناش في مقاومة للهواء مثلا دي حاجة تبقى احنا مش تعبانين يعني ماشي؟ تعالى بقى نطلع الكلام ده في الاكسسوار كده بسرعة في الاكزامبل بتاعنا دوت هو من ايه اللي هنا فيه اي مجال هنا بتاع الموقع عن الموقع ديت شفت فارق الهواء طبعا هو مديك الارتفاعات بس ان انت عارف ان الارتفاع من هنا لهنا كام؟ ده 28 فيت والارتفاع دي 3 فيت وبالتالي المسافه دي كام؟ 28 ناقص 3 صح ولا ايه؟ زاويه التنين دي كام؟ 70 درجه هو بيقول لك منها برضه يبقى بالتالي عند النقطه ديت الفي بتساوي بي ايه؟ بي اكس فقط مفيش بيتا الفي زد عند النقطة ديت بزيرو المفروض ايه؟ عايز اعرفه من ايه ده الدايمتر بتاع دوت 2.5 انش عايز اعرف الماس فلويد نعمل ايه عشان نجيب الماس فلويد؟ ريكوايرد كيو ماس كيو ماس اللي هي ايه؟ اللي هي كتير عليه كيو ماس كتير عليه بنسوي كتير عليه اللي احنا عارفينها بس المفروض تبقى في ايه؟ في رو نعمل ايه هو عايز الفلوس هجيب الفلوس طبعا انت عارف ان انا بجيب الفلوس مش كده ولا ايه؟ لو انت عايز تجيب الفلوس هنا اهو مين هو؟ تعرف مين هو؟ هنعمله بقى مهم الكيو اللي احنا بنتكلم عليها دي بتساوي في الاريا مش كده ولا ايه؟ يعني كيو بتساوي في مينيموم في الاريا من الدفاع في مصر يعني الفي دي في كام؟ يعني لازم تكون المعادله Yeah.
ايه ربنا مثلا على نفسنا؟ Gracias.
مشكله ولا ايه؟ يبقى بالتالي انا اكتب الكلام دوت على اول اقول بقى زد واحد في زيرو دي واحد على الرقم مش بزيرو ها؟ لا لا بتاعتك مفتوح كده بزيرو هو مش بزيرو هو رقم طين 35 كيلو باسكال يبقى 35000 على 9810 زائد بلس زيرو ده باين كل الكلام دوت ناقص اتش لوسز لو في اتش لوسز لو في اتش لوسز لو كان بالتالي كنت هتحط فاير ناقص في الزائد بزيرو بريشر على مخرج الميه بزيرو زائد في 2 سكوير على 2 جي اللي هي ماشي يبقى من المعادله ديت اعرف مين قيمه الايه؟ وانا عارف اصلا الكيو او ان الباور دي بتساوي كيو بام الجام لو هو عايز الكورس باور يبقى هقسمها على 535 هقسم من على مين ارسم على قد ما تقدر وانت في الامتحان ارسم على قد ما تقدر دي درجات